السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا فيكم في سيتي سكاي لاين الجزء الثاني. لعبة على ما يبدو انها جبارة، ونكمل فيها محتوى وان شاء الله سلسلة طيبة نشوف فيها. طبعا الحين كل اللعبة ستوك وبدون تعديل، واللعبة كما نزلت ولا الحين الوركشوب مالها ما فتح، بس في عندنا اختيارات بسيطة نسويها مثل هالخرائط اللي موجودة حاليا بالطريقة هذه عندنا. وعلى الأغلب أنا بختار لي شيء يكون مكس طيب بين يبال، في نهر في لا أبا بحر، لأنه لو صار شيء نفس هذه جزيرة مطلع على البحر شكلها ممتازة نختار الخريطة. طبعا الحين نقدر نختار ناخذ اسم المدينة أي شيء نبغى، إيش بيه خلنا نسميها خليل كو مثلا، ونسميها نقدر نسوي نروح فيها النظام الأوروبي كمدينة أو النظام الأمريكي. خلنا نروح النظام الأمريكي. طبعا ليفت هاند تراك، نحن بالعكس، و أتصور إذا كنت صح ونقدر نفتح البروجرس وهالسوالف، بس ما بنفتح، بس بنبند التوتوريال طبعا على أمل أنه يكون أساسيات اللعبة كلها نفس الشيء، بس فيها تولز وايد جداد وتولز جميلة وايد استعرضوها صراحة في الفترات الماضية. فنتمنى تكون السلسلة ناجحة ان شاء الله بالنسبة لخليل جيمنج، ومتحمس اللعبة انا وايد صراحة. طالع فيديوهات صار لي شهر بس ما كان عندي مثل ما تقول الاكسس. خلنا اول شيء نروح الاوبشنز، الاوديو نخفي، الماستر فوليوم، الراديو فوليوم خلي بعد صفر احسن بالطريقة هذه. اتمنى تسمعون صوت اللعبة، اذا ما تسمعون خبرونا. طبعا بيسكس اللعبة وحدة، بس في اشياء عدلوها مثلا مثل ما تشوفون تحت الايقونة الصغيرة هاي الحينة، الماي والكهرباء وربعه وين تحت الشوارع الرئيسية، وهذا الهاي واي اللي عاطينا اياه نحن هل مطلين على البحر، عندنا طلالة بحرية خفيفة وعندنا مكان كهرباء هناك. طبعا الحين الكهرباء نقدر نجيبها من مدينة خارجية وهلم جرى. طبعا هذا الترتيب لازم يتغير، بس مش الحين، بس انا سويت الحركة القديمة على اساس نفتح شارع اكبر وبنمد مجرى رئيسي للشارع ونبدأ مدينتنا. الحين في تولز حلوات الشوارع اشوف وايد عدلوا عليهن، يعني مثلا هني بتكون حصة صناعية مالي مكان مثالي، هني 3 لين عندنا، 1 لين 1 واي الى اخره الشوارع الستاندرد. في عندنا تول جديد هذا الجريد تول، المفروض يساعدنا مثلا نحدد نحن نبغى كم، مثلا 200 متر نفرض، ونحطي لا 200 متر شوية، نبغى نحطي 300 مثلا في 400 تقريبا، ان شاء الله نتذكر الرقم دايما. ومنها الكهرباء الأساسية تدخل علينا. الحين في أشياء وايد جديدة وبشكل فظيع، بسوي دوار هذا بنكبره بعدين أساس ناخذ لنا درب من هناك. الحين المدينة نفسها راح تكون ساحلية مستقيمة بشكل أساسي، يعني مربعات جريدز اللي موجودات ستاندرد، بدل ما قبل كنا نضيع 3 4 ساعات جريدز، الحين صار عندنا الإمكانية ان نمد جريد بالطريقة هذه. زين، وبقصر الشارع هذا، بخلي المدخل الرئيسي او ممكن اخلي كل المداخل من هنا عادي ما عندي مشكلة، بس بشل الدوار هذا وبمد الشارع الرئيسي باتجاه مستقيم بالطريقة، يعني مثلا بالطريقة هذه راح نمد شارع مستقيم والله يا تقريبا بشكل ممتاز. وبنحطي هني الشوارع الرئيسية، دوار هني، والحين الدوار تول موجود من عندهم. وفي شيء ثاني حلو الحين، اذا انا بخلص شارع مثلا من هني لين هني، انزين بالطريقة هاي 90، هو يسوي لي الوصلة مال الشارع. قبل ما كنا نقدر تذكرون نسوي حبة حبة، الحين غيروا هالشيء. مدينة بتشبكها حاليا 3 دواوير اساسية بالطريقة هاي. بنفتح الدواوير اول ما نقدر، لان من تصميم المدينة الدواوير مثل ما قلنا. نقدر ناخذ من هني نمد الشارع بكل بساطة. شوفوا طريقة توصيل الشارع ترى جميلة على فكرة، شوفوا بالطريقة هاي، وهو سوى لنا الكونكشن هذا. مش لازم نكون وايد متحفظين بالنسبة للهيكلة، لكن ممتاز. الحين طبعا الشارع الصناعي لازم يمتد بطريقة نفس هاي ويدخل على أول دوار قبل الزحمة.
ويمكن تسوي له مخرج ثاني في المستقبل، بس حاليا مش ناوي. خلينا نمدله الطريقة هاي، ونبغى نمدله بعد شارع بالطريقة هاي، ونسوي كأنه المنتظم اللا منتظم. ما اعرف اذا فهمتوني، ولكن نعطيه شكل وروح لحياة المدينة، وهني اشكال فري نحنا راح نسويها مع الوقت. انزين، الفكرة العامة، اول شيء لازم نحطي وصلة كهرباء. الكهرباء عندنا هني نحن نقدر نحطي بس ترانسفورمر بالطريقة هاي، ونستورد الكهرباء من برا، او ممكن نحطي محطة كهرباء. بس محطة الكهرباء مثلا كبيرة ترى، مش محطة صغيرة بالطريقة هاي، عرفت قصدي؟ فبالتالي لازم نسوي له مكان اكبر، وهذا شوي منطقي، لانه لأنه منطقي شو نسوي؟ ان نسوي لهم ان الخدمات تكون، عفوا انا شوي نسيت اللي كنت بقوله، المنطقي ان تكون البيبان بالطريقة هاي، مشبوك البيبان. يا الله يا جماعة، انا خلاص انا المخ عندي الحين ضارب بالنسبة لسيتي سكايلاين. من المنطقي ان الفاسيليتيز تاخذ احجام اكبر من المتوقع، وطبعا في وايد اشياء نقدر نسوي لها ابجريدات اذا نبغى. الكول باور بلانت مش واحد منهم، وهذا بيبدا اساس عندنا المنطقة الصناعية مالنا. الماي بعد بنحتاجه طبعا، بس الماي في له اماكن محددة. الحين الماي ما نقدر ناخذه من كل مكان، فلازم نشوف مورد الماي وينه. مثلا اذا نأشر على هاي، شوف الاماكن الزرقاء هي الاماكن اللي فيها شو ماء، فهاي الاماكن اللي احنا لازم نحط فيها المي. طبعا نقدر نسوي معالجة وغيره واشياء ثانية. فمثلا اذا بنحدد مثلا مكان هني، ونشوف المي وينه، هل وصلنا نص المي؟ نعم وصلنا نص المي. ممكن نحط جراوند بومبنج ستيشن بسيط هني حاليا، لين نحصل منفذ ثاني. ووتر بومبنج ستيشن فروم ليك اور ريفر، هذا ما نبغى. نحن نبغى السيوج. السيوج لازم نشوف اتجاه الريح ونحطيه في زاوية ونتخلص منه أول ما نقدر. الحمد لله فتحنا، شو اسمه، عرفته، نكست سيتي، حتى قبل لا نبدأ أي شيء. ترى الحين بالنقاط الإكس بي التلفيل، مش بالهذا. الأرض متموجة، ما تعبت عمري أعدلها. خلنا نشوف كيف سيتي سكايلاين تقدر تتصرف مع أرض متموجة. نفس هاي. انزين، الحين الزونينج. الزونينج بنحطي طبعا عندنا ميديوم دنسيتي رو هاوسز، هذه ما بتكون هني، هاي بتكون سيتي سنتر على الأغلب هني، أو هني رو هاوسز. الحين بنبدأ بالبيوت الصغيرة بالطريقة هاي، وبحاول أخلي عند الشوارع هني شوية محلات بالطريقة هذه. أوزع 4 إلى 4 محلات ما بين أكثر من مكان. الحين الأشياء الأساسية عندنا استوت، وهذا بدي يبنو طبعا، ضاف عليها الرافعات. الرافعات إضافة جديدة حلوة يا جماعة. انزين، خلنا بدل ما امدح شوي في اللعبة، خلنا نسوي اشياء ثانية. انزين، الحين اماكن نفس هذه انا ابغى اغير في الاشياء اللي موجودة. الحين طريقة عمل مراكز الشرطة والسموتوريوم مختلفة شوي. فمثلا السموتوريوم عندي، خدمة المقابر هذه ضخمة، تشوفون مكبرها، ممكن نحولها لحديقة. بس حاليا خلنا نحطي لنا عيادة، والعيادات وهاي الامور ابغى احطيها في فاسيليتي بروحها. يعني اذا انا اسوي مدينة شكلها حلو، اذا مثلا بحطي شارع يعني، وهذا الشارع ممكن انه عقب يكون مستقيم الى شارع ثاني، ممكن نحطي عنه خدمة العيادات في مكان نفس هذا، بعيد عن الزحمة ولا بعيد عن الناس، وبعدين نسكر من حواليه، من خلفه ومن امامه ومن هالاماكن بالطريقة هذه. الحين بنبدأ نشوف أشياء ثانية جديدة، مثلا معالجة النفايات. معالجة النفايات بتكون بعد سالفة شوي طويلة. خلنا نحط خط طويل، صبر، 180 سيدة. وانت شو بنسوي فيك؟ نسوي خط
عمايل تشبك في الشارع. هذا شو انا بنيت هني؟ هذا مال ماي. اوكي نسيت اني حطيت محطة ماي. اوكي وعندنا معالجة النفايات. معالجة النفايات تاخذ مساحة ضخمة، واوريدي عندنا كذا قطعة نروم نشتريها. وطبعا الحين نروم نشتري قطع بالطريقة الاصغر. الحين هني محطة القطارات مكانها مثالي، ما بأثر عليها. وعندي هني مكان في الزاوية شوي بعيد، انا بسوي هني لاندفل، وعندنا بنسوي انتاج حصى. الحين المدينة تحتاج الى اشياء اضافية في سيتي سكاي لاين، منها الاحجار. ف شو بنسوي؟ بنسوي بعد قرد هني، لان هذا بيكون في النهاية قرد صناعي. اوكي بالطريقة هاي، ونطلع شارع من الحبيب هني الى هذا، وراح يتحول طبعا الى دوار صغير راح يشل حركة السير من والى من داخل والى خارج المناطق هذه. طبعا الشيء اللي انا ما حسبت الحساب الحين الموارد، بس الموارد انا بعدني ما دشيت في كل تفاصيل اللعبة على اساس نحدد الموارد واماكن الموارد بصراحة، لكن مع الوقت شوي شوي بنحفظ الايقونات الجديدة. انزين، لان في الزوننج هني يطلع لنا سبيشاليزد اندستري. انزين، فخلنا نحط محطة اعادة تدوير النفايات. احسها اكثر من كفاية صراحة. خلنا نحطيها، هذا لازم يطلب مني في اشياء انا ما فهمت. مثلا الحين تشوفوا كيف نقدر نوصل تي بالطريقة هاي. تحديده جميل، بس تحديد الدائري يا اخي كئيب شوي، لكن على الاقل استوى عندنا شيء يبين. اخذنا سكرة، سكرنا، شوفوا استوى عندنا محطة نفايات، ازالة نفايات. بنحط جنبه محرقة او شيء ثاني، ويمده خط رئيسي. ممكن نحول قدامه منطقة او تكسير حصة بجانبه هني مكان ما ونروح. الحين شغلتين الاساسيات هم يبون دماد بيوت، يبون صناعية. صناعية ممكن نخلي هني، انا بخلي اليوتيليتيز هني الكهرباء واشياء، وبخلي صناعية قريب هذا المكان يغذي المنطقة بالمحلات الصناعية. المحلات الصناعية راح ترفع عندي انتاج البيوت ولا بناء معدل بناء البيوت، وفي نفس الوقت راح يزيد عندي الطلب. ولين الطلب يزيد نحن بنحط بعض الخدمات المختلفة جدا. روك ميوزيشن مانشن. الحين هي في شيء ثاني اللي هو السبيشال بيلدينج هاي، ولا اسمهم سيجنتشر بيلدينج. هذه يفتحون مع البروجرس بطريقة ما، مايلستونز واشياء، بس احس يبالها الزينة بحد ذاته. بس شوفوا البيوت الحين في سيتي سكاي لاين تغيرت، شوفوا محل التفاصيل اللي فيها. طبعا الحين اللابتوب من عصر 100%. شوفوا في الفراغات اللي موجودة، الاشياء، ميلان الارض اللي هني، الطريقة اللي يعالج فيها، وايد اشياء تغيرت يعني بشكل جميل فعليا صراحة. واللعبة صار فيها حوادث، فيها اشياء ثانية، فيها وايد امور. انزين، طبعا الحين قلنا عندنا سيميتوريوم يمكن اسوي هني، او في اماكن وايد مناسبة، بس احس هذا في الوسط لان هني بيدخل خدمات ثانية، مدارس واشياء، فبحطي هني عند الهاي واي. احس مكان سيء، ممكن ناخذ قطعة الارض ونحطي عند الجسر، بس لا، بيني قطار بحتاج مواصلات من هني للمدينة كامل. فالامثل احس اني احطيه في مكان نوعا ما في نص المدينة، لكنه يكون خلنا نقول داخل بس برا. بشرح لكم انا الحين، يعني نحطين الشارع، تشوفون الارض. ما بتعب في اول فيس اني اشيل الارض، بشوف اللعبة كيف تتعامل مع تموج الاراضي، لان يمدحون في اللعبة. وبنطلع منها شارع عرضي بالطريقة هذه، وبنحط فيه السيمتوريوم طبعا، ولا الجريفيارد مالهم بنحط فيه. خلنا نسوي بالطريقة هذه، وبنحطيه بمواجهة الصوب الثاني. ممكن نحطيه هني، او نحطيه بالمواجهة بالطريقة هذه، ونحوله الى حديقة. يعني شله نحطيه هني،
وفي اوبشن ثاني في اللعبة انا ما بلعته وايد، اللي ان الشجر ينمو معاك مع الوقت. طريقة تعامل اللعبة مع الارتفاعات مش سيء، بس انا اظني انا قاعد اطلب منه اكثر من اللازم. الحين عندنا اللعبة تفتح وايد اشياء يا اعزائي. اول اللعبة مثل هذا من منطقي كان تعديل الاراضي من زمان بالطريقة هاي، ويرويني الخطوط المرجعية بدون ما يشوه لي المنظرة ويعطيني يا ابيض واسود. ولكن بشكل عام حطينا هاي، بنزينها عقب. الحين ما بنزينها لانه ما في شيء فعليا نزينه فيه ما عدا اللي هو خطوط المشاهد فتحت عندي. ما اظن، ما اتوقع كان في هني خط مشاة. ايوه هذا، هذا الشارع للمشاة فقط مش لأي حد ثاني، فممكن نستعين فيه نوصله هني الناس اللي تبغى تمشي هني. وبنحط شوية خدمات، ما اعرف مدى جودة هذا الشي، لكن احنا ممكن نجربه حاليا على اساس نعرف الجودة في هالامور. overlapping ممكن نحطيه من فوق، وبعدين نقدر نتفاهمه من تحت بالطريقة هاي. الطريقة هاي على الأغلب راح يتغير 99%، بس خطوط مشاة حول المنطقة. ممكن نحط دكاكين أو شيء إذا استوى، بس بحط هني محلات تجارية عند المكان هذا وبنشوف شو يستوي. ينزل في هاي المنطقة أحس مثالي أحط رو هاوسز، بس الرو هاوسز شل ميديم دنستي مثل أكلي زين، وما بأحطيهم مرة واحدة. ليش؟ لأن اللي شفته شو يستوي طريقة البناء تتغير، فكل ثلاثة بحطيهم، بحط ثلاثة فراغ، بعدين بخلي اثنين بحطي ثلاثة، وبالطريقة هاي. وعقب بعبيهم بالبينتر، خلهم يبنون بعدين بعبي الفراغات اللي بيتهم، بعدين بسوي خطوط المشاة. مش تفتح عندي خطوط المشاة ان شاء الله مع الحدائق، راح نسويهم بطريقة مختلفة. ممكن نسوي هاي بهاي الطريقة وهاي بهاي الطريقة، ونفس الشيء بالنسبة للجهة الثانية. ممكن نسويهم بالطريقة هاي، ممكن نسويهم بالطريقة هاي، ونرجع نحدد الرو هاوسز. الحين هاي طريقة شفت يستعملونها، خلنا نشوف فعاليتها عقب ما تطلع البيوت، لأن فعاليتها الصراحة أنا مش متأكد منها. وأنا ما بنيت إلا فوق الشير، كان ممكن أسوي هني مال الغابات عرفتو بالطريقة هذه. وخليهم يبنون أشكال الرو هاوسز، بعدين أنا بطلع في الوسط شو أحتاج. راح أطلع الأرض مش سيدة الحين، أنا مركز مع موضوع الأرض وايد. قبل كان يسوي لي جلتشات، وهني على الاغلب بنسوي منطقة دراسية وبعض المناطق الثانية، بس الحين محتاج اني بشوي اكس بي. طبعا الحين اي شيء نحتاجه نفتحه من هنا بشكل اساسي. مثلا اذا بفتح دواوير، لان انا اعتمدت المدينة على الدواوير، بفتحها من هنا. طبعا كهرباء نطورها من هنا، الماي نطورها من هنا، واشياء نطورها من هنا. كل ما يزيد عندنا الاكسبيرينس والاكس بي اللي نحصلها من ساعات الناس وغيره 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 يزيد عندنا نحن هنا. فمثلا صار عندي انا دوار اكبر بكل بساطه. ممكن اي شوفوا هذه دواوير اساسيه في المدينه، ما على حتى لو كسر البيت ما عندي مشكله. هاي الدواوير اساسيه، وتشوفوا مدى السهوله. يعني هذا قبل كان مود راوند اباوت بلدر، وكان مسوي لي يعني مشاكل، بس الحين لا. اتصور المفروض يكون في ديكوريشن والاشياء حق الوسط، بس بشكل عام طريقة بناء البيوت وايد منتظم. شوفوا اذا نشوف البيوت، يا سلام صراحة. هذا طبعا صيدلية فاتحة هنا، حطينا محلات تجارية في الوسط، وعلى الديماند هذا راح يبدأ يزيد وينقص. عندنا هني المباني فيهن ابجريد، شوفوا اقدر مثلا اضيف جراج، هذا جراج ولا مال الامبيولنس هي، وعندنا نقدر اكستنشن نزيد عدد المرضى. ف الحين المبنى يوم يطلع لازم نحسب حسابه كم ممكن ياخذ منه مساحه. هذا شيء لازم اكيد نحسب حسابه، لان اذا ما حسبنا حسابه عدل راح نطيح في اخطاء حسابيه. انزين راح احط هني دوار صغير حق الناس وحق الامبيولنس. والله مكان هذا ممتاز الجريفيارد،
بس بنحتاج اظن سموتوريوم وياه سيارات واشياء ثانيه، هاي راح تسوي انا معظم الفرق. نشوف شكل الرو هاوسز، تشوفون اشكالهم، هذا الديزاين الامريكي. الحين ممكن ازيد الرو هاوسز اذا انا ابا، حط الباكيت بينت اللي بنا نبني ينبه، بس اتصور اذا تطوروا ترى بيندمجون، هذا شيء ثاني بعد يعني من تصور الشخصي. بس خلنا نشوف، ممكن تحولون لمباني اكبر او اصغر، هذا الله اعلم، بس بالطريقة هاي سد الطريقة هاي سنزيد العدد السكاني بشكل كبير. ليش؟ لان الجريد استوى سهل ان نحطيه. زين الحين هل اذا اوصل جريد في جريد راح يضبط معاي ولا ما راح؟ يقول لم تزبط معنا. مثلا ابيب جريد من هني على الشارع هذا، شوفوا طلع لي مليون ايرور، انا هذا الشيء مش عاجبني. زين اذا نسوي، طبعا حله بسيط بس ما عليه، بس ان شاء الله ما اغطي على العياده كلها. الى حد معين يضبط والى حد معين ما يضبط. هذا اللي مثلا هني الشوارع كلها خربانه، تشوفون كلها تقاطع غريبه تطلع، فاظني من الافضل لازلنا ان نسوي جرد بالشكل الطبيعي الاولي هذا. ما اظني بغطي على العياده، جرد صغير طريقة هاي، ونمد بالنا شوارع أساسية بالطريقة هذه. أننا نحتاج بيوت low density، هو الحين يحدد نوع الحاجة ماله، فاللي نباه مال ستون إلى آخره. شو عطانا؟ عطانا 4 points وعطانا جوائز وأشياء، نقدر نروح progression panel شوف شو يعطينا الديفلوبمنت بوينتس، واعطانا اكسبانشن بيرميتس هذا حق الاراضي 4، واعطانا 700,000. فللحين ماشيين، بس عندي السهم بالاحمر، ممكن ازيد التاكس ستيشن مثلا، خلينا نجرب 14%، نشوف الوضع شوي، نزيد الانكم لان الانكم سيء حاليا. الاكسبنس عندي وايد اعلى من الانكم، هذا وايد سيء. بنبني بيوت صغيرة، شوفوا تقسمت الحين، يبون هذا ديماند بروحة لو دنسيتي، وميديم دنسيتي بروحة ديماند، وفي عندنا اللي هو سمول ابارتمنت بيلدينج. ممكن ها بس ما بحطيهم هنا، بحطيهم تاون سنتر صبر، ما اظني هبيبني شيء عدل، بس بنحطيه. زين في مكان عندي هني الشارع هذا وايد معزول، ابغى احط هنا شوي خدمات، ولكن ممكن شو اسوي؟ هذه المنطقه نعدلها شوي، نسوي لها لاندسكيب بالطريقه هاي. زين ونسوي ممر من تحت بعدين بطريقه مختلفه، هي هني احط هاي، احط الجريد تول بالطريقه هذه. بعدين نسوي هني ونحط لنا دوار صغير، هذا حق مجموعة عماير صغيرة ابى اطلعها من خارج الحسبة على قولتهم، اللي هي ميديم دنسيتي بالطريقة هاي. بس شوفوا الحين يسوي بركد على كل شيء، اذا اشتغل صح يكون وايد حلو، بس مرات ما يشتغل صح يكون مش حلو، فما اعرف اقول لكم حلو ولا مش حلو صراحة. زين الحين عمارتين ثلاث بيطلعون عندنا هني في وسط كل الخدمات. الحين نبى مدرسة، شوف الحين المدارس منطقية أكثر من قبل بوايد، المدرسة تأخذ حجم طيب، ومن الطبيعي المدرسة تأخذ حجم. حطي مدرسة صوب البحر مال الابتدائية هذه، ونحطي الثانوية في مكان نفس هذا قابل للتمديد، لأن الحين يتمددون. أنا بخبركم ليش. مثلا خلا اول شيء نلغي موضوع النهار، تروحون اوبشنز، تروحون جيم بلاي، تشلون داي نايت سايكل اساسا نقدر نشوف كل شيء قاعدين نسويه في السلسله هاي. انزين هذا اليمنتري سكول، ممكن نسوي له ابجريد ملعب، نقدر نحط مثلا ملعب، حطينا ملعب هني، نقدر نحط كلاس، هذا شو يسوي فيه؟ عندي كلينك حق المدرسه،
مثلا اخاف احطي وايد ويزيد علي الكوست في موبا. زين اكستنشن وينك شوفوا نزيد حجم المدرسه، هذا بالنسبه للابتدائيه. وتشل كم واحد حاليا؟ تشل 1000 شخص. حلو، طبعا احنا زدنا عليهم العاب بس برايه وفي طريقه، لكن اللي شفته التزيين عندهم مش حلو وايد، لكن كفي ملعب طيب وراء كمدرسه ابتدائيه المفروض. الثانويه كذلك، الحين يوم اتكلم عن مدرسه ثانويه تشوفوا معالجته للارض جيد مش سيء، بس الافضل اني ابدا اعدل الاراضي شوي شوي. خلينا نحاول نخلي قدر الامكان او نحاول نسوي بالطريقه هاي، وبعدين اعدل الحدود في المدرسه نسوي كنية بالطريقه هاي على اساس ما يبين مكان شكله وايد غريب بزياده، هو اصلا شوي غريب. انزين المدرسة هاي كذلك فيها لايبراري ممكن نضيف في المدرسة نفسها، ممكن نضيف كلاسات، ممكن نضيف ملعب. مو الملعب جبار، شوفوا مكبر الملعب، فممكن نضيف اشياء ثانية. تصور اكثر من ملعب ممكن نضيف، بس حاليا ما راح نضيف وراح اخلي هالاشياء في مساحات منعزلة حق نفسها يعني. انزين غير هذا اللي انا فهمت الكهرباء ممكن تضعف في مكان معين بعدين لازم نركب نفس ترانسفورمر، لكن هذا الوقت لاحق خلنا نشوف شو راح يستوي وضعه. انزين الحين نحن اوريدي ديماند قاعد يزيد وينقص يزيد وينقص، هني منطقة ماي صبر بالطريقة هاي، باخذ المنطقة هاي كلها، ما بحط يدور عفوا بحط الشارع بالطريقة هاي حق منو؟ حق مصنع الماي، اي شيء يستوي في كخدمات للماي راح احطيه في هذا المكان. هذا المكان راح اسويه بيوت كله لو دنسيتي، وفي الوسط محلات تجارية. بما ان بفضل التول هذا الجميل الجديد الجريد تول، لو خلنا نتفق احنا سيتي سكاي لاين في البداية نقعد نرفع عدد سكان 90% ترى. زين نسوي شيء بالطريقة هني كذلك، ونقدر نشبكه بطرق حلوة ترى يعني. بس استوى عندنا جريد وفي نفس الوقت استوى سهل ان نحط كل شيء، ومنها في فراغات ترى. الفراغات هاي راح تساعدنا في وايد اشياء في المستقبل، حطي خدمات حطي اشياء، بس ما اعرف حجم الخدمات للحين في سيتي سكاي لاين، هذا موضوع ثاني. بس اللي قاعد اشوفه حاليا شوي ميل الشارع هذا، ايوه هذا نسوي شوي بالطريقة هاي، ميل بالشارع هذا بالطريقة هاي اساس يكون شوي احلى، وهذا الشارع نطلع سيده للشارع الخلفي، وهذا الشارع ممكن يكون بعد طالع بالطريقة هاي لهذا الشارع، ما عندي مشكلة. تقاطع صغير ما عندي مشكلة. الحين هذا بيخدم بعد اللودن سيتي، وشوية على الجنب بنحطي رو هاوس. الصراحة نفس هاي هاي الوايد حلوة ترى، شوفون بس في فراغ في الوسط، شوفونه في فراغ ما ينبني. هالمنطقة اصلا كبيرة، ف هني راح يعوض هذا الشيء. بس بحطيهم الحين، سوري انا ما سويت طافحك هذا لاني قاعد اتكلم عن هذا، بسوي بالطريقه هاي وبشوف كيف يطلع معي الرو هاوسز. عرفتوا حط هني رو هاوسز، وبنحطي هني دكاكين المنطقه، وبنحط هني اللو دنسيتي بالطريقه هاي. سوي شوي توزيعات جديده في سيتي سكاي لاين صراحه، ابغى اشوف هنا كيف يطلعون، بيطلعون على كيفهم، هل بيجيبون العيد شكلهم الحين هذي العيد، بنشوف شو السالفه. طبعا بهالمناسبه فتحنا المطافي وفتحنا منو الشرطه، وبما ان احنا اصلا خلينا مكان ابواب الطريقه هاي نوعا ما، ابغى احط هني الشرطه اذكرها كان اكبر من المطافي، فالمطافي ممكن نسوي له بقريت صغير هنا، واذا ما كفى نقدر نكسر الشارع
وبنحط الشرطة جنبه وبنشوف المباني. الشرطة نخلي في الوسط ونشوف المبنى. هذا الحين هذا مبنى المطافي، لها بجريد جراج فقط، نزيد عدد السيارات أموره طيبة. الشرطة نقدر نزيد بعد جراج في النص، ما يبغى له زيادة وايد. في بعض المباني لازم نتعود عليهم كمية الزيادات اللي موجودة فيها. بالطريقة هاي تشوفوا شوي شوي الديماد عندي قاعد يرتفع، بس بعده البروفيت عندي نازل. الحين فتح عندي ارياز وفتح عندي سبيشاليزد اندستري، طبعا ممكن يكون دي اي، ممكن يكون حصه. الحصه ممكن نحطيه اي مكان، وعلى الاغلب الحصه. الحين بشتري هاي وبنحطي الحصه هني. خلنا نسويها الحين ونشوف قد ما نقدر في هذا الفيديو في مواضيع الحصه وغيرها. زين الحين وين صرت يا اندستري؟ اني بالحصة بنحطي نفس الشيء في تحديد دائري على الارض، ترى لو تشوفونه بحاول احطيه مكان اروم استغل فيها حجم المنطقة. فممكن احطيه هني في شارع وسطي، وبيكون بروحه هو مشروع ترى بحد ذاته، بس الشارع بيخرب الهاي واي، فلا خلوه صغير، بخليه صغير الطريقة هذه والطريقة هاي. انا مش مقتنع في سالفة الدائري هاي، ببدأ اغير الاشياء شوي شوي شكله. ما اقدر انزل تحت الكهرباء اوفرلابنج، فلازم اروح بالطريقة هاي اجباري. بيبه من عند هذا، بلزقه في الحبيب بالطريقة هاي وبرد. بس اكره المفروض يكون عادي، يعني حاليا هو عادي، ما احس المشكلة العالمية، بس محتاج نوع من انواع الدواجن. ليش؟ لان الاقتصاد الحين يربطه برودكشن، برودكشن هذا بيفتح عندنا على المايلستون الجاي. بس الحين اساس ان احنا نقدر نوسع سوي توسعات في المدينة ولا ناخذ برودكشن، نقدر نحط يشوفوا هالمكان مفروض ما تحتاج مكان مزرعة دي اي. هاي مفروض اي مكان، ايوه اي مكان صحيح. زين الحين ورا الصناعية هاي انا بحطي مزرعة دي اي هني، وهاي لازم اعدلها مع الوقت، بشوف بسوي لها باي باس صراحة لان وضعها مش سيء. انا عندي الحين اقدر اشتري 10 قطع، هاي قطعة راح اشتريها واشبك على طول في الهاي واي، اني بحطي مزارع دواجن داخل المدينة صراحة. طريق هاي نقدر نحطي اساس نشوفهم. في اشياء اشكالها حلوة وايد، في اشياء نص نص احسها، فلا بتفهمون علي بعد شوي ما ادري. زين هذا للوسط، انا لين هني لين هني انا بسوي مربع وبرايه كيف يتصرف صراحة. 90 بسوي 90 90 ومسكرة. ما احس مستعد احط مزرعة دياي مستطيلة نفس هاي الصراحة، هذا سيء شكله. ممكن اغير شكله بعدين بشوف، بس هذا الحين يصير يجمع حصة حق المدينة كمورد. اوكي وهذا يسوي لنا انتاج دياي، محتاجين انتاج تجاري. بس احس يبالي اعادة ترتيب شوي اشياء، ما اعرف كيف اشرح لكم، لكن في اشياء احسها مع محتاجة اعادة ترتيب الصراحة في المكان. لكن بشكل عام مش سيء، اقدر اسوي مزارع مربعة، اقدر اسكر المزرعة هني بعد اذا بغيت، مثلا هي دق على المزرعة دق على المحيط مالها. مفروض اروم اسحب هذا هني واروم اسحب هذا هني، احس شكله مش حلو صراحة. اروم اسحب هذا هني واروم اسحب هذا هني بالطريقة هاي، واستوت عن المزرعة. أيوة, ايوه 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 الحين شكلها مزرعة احلى، ممكن اسحبها للجوانب اذا حبيت، بس شكلها شوي مرتب. كم انتاجها؟ 61% 52%. زين عندنا انتاج احسن من ولا شيء. الحين كشكل عام والله ما ادري، ما احس هذا الشيء اللي وايد جميل، ولكن مش شغالين. الراهاوسز خليناهم بروحهم،
والله مش سيئين الصراحة، يعرفون يسوون أشكال لا بأس فيها، بس ممكن نقصرها شوي ولا نسوي تعديلات مماشي حق الناس وهاي الأمور، أحسها بتطلع أحلى. زين الرو هاوسز ولا الزوايا هني أبغى أحطيها دكاكين، وأبغى أحطي هني كم عمارة في المنطقة، بما ان هذا ما راح يتوسع ابى احط شوية عماير، وبشوف شكل العماير الصغيرة ابو حبتين، هذا ما بحطيها، نشوف هل راح يحل لنا المشاكل ولا. بس المشكلة هو قاعد يطلب مني اللو ريزيدنشال ولا اللو هذا اللي هم اقل كثافة سكانية، فشو بنسوي؟ بنسوي لنا منطقة صغيرة هني داخلية، زين، وبنسوي لنا منطقة يعني صغيرة داخلية بالطريقة هاي، ونقدر نوصلهم بشارع. الحين ابغى تشوفون كيف يشبك الشارع، الطريقة اللي يدخل فيها الشارع وايد ناعمة جميلة. هالشي ممكن يكون اصعب واسهل، انه هو قاعد يحدد لي الاشياء اللي هو يحتاجها، يعني ولا اللو دنسيتي ولا الميديوم دنسيتي، وهل في هاي عقب، هذا موضوع مختلف. نحطيه بالطريقة هاي، شوفوا شو سوى في التقاطع، مو بأحسن شيء، لعب شوي في التقاطع، لكن قاعد نوعا ما سيتي سكاي لاين قاعد تحاول ترتب امورها بنفسها، ومش سيء ابدا، لكن في احسن. انا اتصور في اشياء وايد ممكن تنزل لها حاليا مودات، فما أدري مدى فعاليتها يعني بالنسبة لباقي المناطق يعني فعليا. الطريقة هاي زين، وبنحط بعدنا لو هاوس لو هاوس لو هاوس لو هاوس لو هاوس، خلي يطلع قياسات مختلفة، ما عندي مشكلة. الحين اللعبة شغالة بشكل جيد جدا، لها فتحتين، نقدر نحط فتحة ثالثة بطريقة هلا، نحطي على الستريت. شوفوا قاعد يتصرف الجيم، قاعد يتصرف، لكن مش بالسوء، لكن احس بعدني محتاج اتعود على الشوارع، على الاشياء، على هاي الامور، يا اخي تسوي فرق وايد احسها. بالطريقة هاي، بالطريقة هاي، بس صار عنا اللو. وهني طبعا خلينا حق كهرباء، حق غيره، حق بعض الاشياء، وهني ممكن نحط فيها نوع من انواع الخدمات بعدين اذا نقصنا، فما بقى اعبي كل شيء حاليا، نبقى حدائق حق الاماكن، نبقى اشياء ثانية، بس قاعدين نحاول نسكر الطلب عليهم. قاعد يطلبون منا منطقة صناعية، ممكن نسوي لنا قرد صغير من هني لين، خلنا نهدم هذا، بس ممكن نسوي قرد صغير بالطريقة هاي هني، نمده بالشارع بالطريقة هاي، حطينا كم منطقة صناعية بالطريقة هاي يعني جنب مزرعة الدي اي. ممكن نوصلها بعد من ورا، لكن ما احس، ما في اغراء اني اوصلها من ورا، حتى هاي احس لو اسوي شو هاي اجيبه هني، هذا اجيبه هني، خلي 90 درجة احلى، مو بضابط معاي الشكل الحالي صراحة. هذا لأن بس هذا مخرب، خلني بريم بعيد، هذا لازم أعيده صراحة، لأن الطريقة اللي أنا حطيته فيها سيئة صراحة. أو إذا أبغى أحط شيء عنده أقدر شو أسوي، الطريقة هاي، اها
لحظة وصلت حجم معين حط لي هذه. اوكي انترستنج، فهل اذا كبرت هذا بيكون نفس الافكت ولا بيكون مختلف؟ ما اعرف، اتصور يمكن يكون نفس الشيء، لان لو استعملت المساحة الكاملة حقه حط لي كريم. تشوفونه يعني هذا الدي اي اذا كبرته بالدي اي ممكن يستوي، بس ما اعرف، ما بسوي دائري من اخر شيء صراحة، بس ممكن شو اسوي؟ شوفوا انا هذا اللي ما بسوي، ما بمشي دواير للاسف، يعني ما بقى حاسه سيء، بس يوم نكبره الافشنسي قاعد يزيد، معناه اقدر احطيه على دواوير ولا شوارع داخليه واستفيد من محيطه كامل، بيكون افضل مش بالطريقه اللي انا مسوينها. بس اللي انا مسوينه حاليا جيد مش سيء، بس ما فتحوا لنا الحين البرودكشن، بس عندنا سيرفيسات، عندنا تاك ستيشن فاتح ولونز وبعض الاشياء، ولكن لازلنا لازلنا في الشو في الاحمر للاسف. الحين اللي بسويه بسوي امتداد بسيط. الحين شو نقدر نسوي؟ ترى مسوين اني اقدر اسوي مثلا سلكت هايل كلهم حلو وافتحهم بيرتشيز. الحين هايل راح تكون منطقة شاطئية جريد، ومن تحت نفسه هني بنبدأ نضيف اشياء مع الوقت، نفس السيستم تقريبا، بس الشارع الكبير راح يخلص. هذا الفرق الفعلي اللي راح يستوي، بس هني ابى اعدل الارض، لان الارض الصراحه ما تنفع بالطريقه هاي حاليا، فلازم اسوي لي منطقه مثلا مرتفعه احسن من نازله الطريقه هاي. بس وايد احس اتعلموا من المودات اللي موجوده، على فكره بخلي بعض الاماكن ما بسوي كلها سيده، بنسوي حولهم شوي طلعات ونزلات، ما بدفن المكان كامل، ما بخرب جغرافية المكان 100%، بس 70-80% يعني. شوفوا الطريقة هاي، والشارع العود بينزل، وهذا بيكون طلعة مدينة عالية الطريقة هاي، وهني كله لازم اسوي له سموث طبعا كالعادة، اسوي بالطريقة هاي. ياخذ مني فلوس ولا ما ياخذ؟ ما اظني، ما اعرف، ما اتوقع ياخذ مني. الحين هاي منطقة بتكون شوي عودة. زين الحين بسوي سموث حق كل شيء بالطريقة هاي، هذا لنا برا، بس هني نقدر نسويه، هني نقدر نسويه، نحافظ على تلال بسيطة في المدينة، ما بقى أدفن كل شيء ولا أخرب كل التضاريس، لكن ممكن نخلق تضاريس جديدة. ومعظم المناطق الجديدة قد تبنى بنفس الطريقة، لأن بقدر الإمكان يخلونه مناسبة للناس اللي راح تسكن. والحين هذا اللي راح يخرب لك كل شيء، ما اقدر اسوي له موف ريلوكيت. نقدر نحطيك انت هنا على الشارع كلوز، فتحنا مدينة جديدة، والحين بنبدأ مواصلات واشياء زيادة. لكن بتشوف الطريقة هذه ان شاء الله ما يخترب عندي ولا شارع. هي زين، دوار متوسط في نص الفريج، وخلونا نوصل الشارع يا حلوين. والله الفكرة بحد ذاتها كمدينة ما أحسها وايد حلوة، بس ماشي فيها شوي خلنا نشيل من هني. نقدر شوي تفادى هاي، بس شوفوا هاي يا تضبط يا تستوي بيض، الله اعلم كيف الطريقة المثلى اني اضبطها، لكن اكيد مع الوقت بنبدأ نعرف. اوه الكومنتات عندي بتولع الحين، انا متأكد، فبنعرف هذا كله. انزين منطقة اسهل ما يمكن، بحط محلات تجارية خارجية عقب، بس شو بنسوي فيها؟ بنحط فيها هني بيوت عند الدوار مع الازعاج، شو تحطي اساس الناس اللي تيجي تزور، وخلي بقعتين فاضيات حق حدائق وربعه، ونحطي اخر شيء لورنت هاوسنج هني اربعه، اساس نشوف اشكالها بعد.
فهاي منطقة وايد سيدة طبعا، بتمتد بالطريقة هاي لين هناك لين نوصل لوايد أماكن نوصل يعني، باختصار الموضوع. انزين، فتح عندي مواصلات، فتح عندي حدائق، بس حدائق ترى بشناتهم بيضة، ما عندهم حدائق فعلية يعني. انزين الحين نبغى نرفع المدخول، والمدخول جدا 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 تعبان حاليا صراحة. نبغى مكاتب، مكاتب بحط هني شوي مكاتب، زين خلوا المكاتب بروحه والله يفكونا، والله نريحوا راسنا، وهاي بخليها منطقة طاقة. هذه مكاتب، مكاتب طبعا بيكون فتح لها تاك ستيشن بروحه، بنرفع لهم تاك ستيشن بعد في نفس الوقت. زين في نفس الوقت هذا شو ابغى اسوي؟ الحدائق عبارة عن تكلفة، بس اذا قدرت استعملها هاي 1000 في الشهر، شوفونها هذه كم؟ 2000 في الشهر، لكن المنطقة اللي تغطيها عالية والله، هاي 6000 في الشهر، لكن شوفوا التغطية اللي عندها تغطية جبارة، ممكن اغطي هالمنطقة بس فيها بشكل فعلي، وحطي جنبها مماشي، وهذه اقدر اغطي فيها منطقة نفسها. شوفوا خدينا فراغات وايد ترى، ونحطي بالطريقة هاي في الفراغات اللي انشأناها فعليا، يعني انشأنا في مجموعة فراغات، مش لازم 100% راضين، 30% يكفي. ونحطي هذه عند، نقدر نحطيها هني؟ لا للأسف، نحطيها في هاي المنطقة العودة، ونقدر نستغني عن شوية بيوت، يعني مثلا اقدر احطي هذا في الفريج، اقدر احطي هذا هني في الفريج للأسف يعني، وهني كذلك الناس تقدر تمشي لها. فغطينا الحدائق بشكل جيد، لكن كمية السكن اللي قاعد يطلبها مش طبيعي، يعني كمية البيوت اللي قاعد تطلبها اللعبة مني كمية ترى جبارة جبارة جدا جبارة. يعني عندنا احنا كم حطينا بيوت، كم حطينا بيوت، بعدنا قاعدين نحطي way too much، وايد اكثر من المعدل اللي متعودين عليه، لكن لكن بنسوي، بنحط شارع سيدة مع هذا، ونسوي لنا زون وسطي، حطي شارع سيدة مع هذا، نسوي لنا زون أصغر بالطريقة هاي. وشو بسوي؟ ببدأ أوصل الشوارع بالطريقة هاي، ونبدأ نحط هني ميديم، واللي هي كل هذا بيكون رو هاوسز ومحلات متوسطة. مش مشكلة، ممكن ان هاي ميديوم دنسيتي هاوسنج، ممكن نحطي عماير هني، او ممكن نحطي رو هاوسس، احسن فنانات، منطقتين محلات تجارية، بحطي يعني دكاكين دكاكين، بنحطي بعد هني 4-5 عماير، وبنحاول عقب نوصلهن بشيء ولا بطريقة معينة، لان كمية الأشياء اللي قاعد يطلبها حاليا ضخمة، بس لازم نفتح أشياء جديدة. مثلا لو ندخل على التالنت تري مالهم هذا ديفلوبمنت، هني صار عندنا كم نقطة؟ 9 نقاط نقدر نصرفهم. مثلا أقدر أقول أبا غاس باور بلانت، أقدر أقول أبا ووتر تريتمنت، صراحة أبا سيميتوريوم، أبا إعادة تدوير، ما أدري أبا أوصل للهايوي، محتاجين نبدأ ندخل هايوي. زين باركنات ما أبا، سمول إمرجنسي شيلتر ما أبا حاليا، هذه ما أبا حاليا. مواصلات ترين، ترين من أول الأشياء اللي أبا أسس له، هذا على الأغلب بيكون لحلقة كاملة، بما أن على البر نبأ نشوف الووتر شوي شوي، معناه استوت عندنا الاحتياجات ارتفعت بشكل ضخم جدا، المدينة غير منظمة بشكل 100%، لكن شكلها العشوائي شوي عايبني أنا، يعني ما أمتعظة صراحة، مش اللي أنا سويته، ولكن زين. فالشيء اللي بيستوي في الفيديو القادم إن شاء الله بإذن الله يا حلوين، بعد ما تشوفوا الكومنتات منكم، أسوي محطة قطارات هني على طول، محطة قطارات ما بتفاهم، وبكبر المنطقة الصناعية اللي هني،
زين، وباقي الاشياء موست لايكلي خلينا نشتري هالمنطقه الشبه كامله عشان نقدر ندخل الهاي واي بعد في النص، ونطلع المزارع هاي برا، ونسوي هاي كامل مدينه يعني، مع الوقت ونطلع المزارع هاي كلها بالخارج ان شاء الله يعني. فهذه الخطه اللي خلينا نقول حاليا ممكن اتداولها مع نفسي، اطلع الصناعيه وبعض الاشياء في الخارج، وابدا اشبك المدن في بعض. طبعا هو ممكن نحط بيوت هني كلها، تصدقون يعني الحين هني ممكن ازيد صفة بيوت، لانه قاعد يطلب مني كمية يعني مش طبيعية من البيوت. يعني ما اذكر ان سيتي سكاي لاين بالطريقة هاي تطلب بيوت، يعني شي ضخم، بيوت عادية صغيرة. شوفوا شوفوا بالطريقة هاي، يعني شي ضخم يطلب مني وايد بيوت. هذا بالحظ سيدي على فكرة، مش مخطط بالطريقة هاي، قاعد يطلب مني يعني كميات صراحة. وحتى المصانع يعني قاعد يطلب مني فوق المعدل الطبيعي، فشكلي بسوي صناعية نظامية عندها، وببدأ أحط المزارع والشير هذا كله هني في منطقة واحدة. خلينا نشوف فتحنا شيء نحن من هاي. هي نعم، عندنا خشب نقدر نحطه هني، وعندنا جاينت فارمنج بعد، بس الفارمنج لازم نحطيه في أماكن الفارمنج، يمكن ورا القطار نسوي مزارع، أو على الأغلب هني راح نسوي شوية مزارع حق الوظائف تكون قريبة. بنبدأ بالترانسبورت واشياء ثانية نحن في الفيديو القادم ان شاء الله، لان عندنا ميناء، الميناء بروحه قصة على ما يبدو رائعة، وعندنا قطار، القطار اللي شفناه ضخم جدا، هذا هب قطار تشوفونه بالطريقة هاي، وعندنا محطات باصات وغيرها. انزين، انا عندي خطة معينة حق المدينة، بسويها شوي مدينة عشوائية استكشافية طول السلسلة، بس انتوا اكتبوا لي تحت في الكومنت شو الأشياء اللي تفضلون حاطين لها أولوية على الأشياء اللي موجودة حاليا. مشكورين على متابعة الفيديو، كان معكم خليل خلق جيمنج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.